ما حكم خياطة وبيع العباية للحجاب الغير شرعي؟ ما حكم خياطة وبيع العباية للحجاب الغير شرعي؟ جائزة إذا أنت بيعيها، لأن لم نستطيع أن نلزم كل الخلق بالحجاب الشرعي. ويستدل في هذا الباب بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته حلة سيراء، حلة من حرير سيراء، فقال عمر: يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى عمر، فقال عمر: يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلتها إلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتبيعها، وإنما لتكسوها أخاك، إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك.